واستنى بسنته واقتفى أثره واتبع طريقه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أكون زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك ربي مغرورا أو أن أقول قولا بلا عمل. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وجسدا على البلاء صابرا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. نسألك الإخلاص في السر والعلن والقصد في الغنى والفقر والعدل في الرضا والغضب والخشية في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم آمين يا رب العالمين. حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مأواكم. آمين يا رب العالمين. نضر الله هذه الوجوه وطيب الله هذه القلوب. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته في الجنة. آمين يا رب العالمين. يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أرسلنا رسلنا بالبينات، معجزات، آيات. كل نبي أيده الله بمعجزة تكون برهانا ودليلا على صدق دعوته ونبوءته. ومع كل نبي وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب التوراة، الإنجيل، الزبور، الصحف أو القرآن. فما هو الميزان؟ فما هو الميزان؟ الميزان هو إقامة الحق والعدل، إقامة الحق والعدل بين الناس. لهذا الكتاب مبادئ وأسس. كل كتاب جاء يقيم أسسا ومبادئ بها تحيا الأمم. مبادئ العدل والحق، مبادئ الدين، العلاقة مع الله، العلاقة مع الناس، كل هذا يحتاج إلى ميزان. لكي يكون الميزان عادلا لابد أن تكون مجموع ما في الكفة اليمنى مساويا لما في كفة اليسرى. فهي حقوق وواجبات، حقوق وواجبات. فبعض الناس يحيا في هذه الدنيا ويظن أنه وحده صاحب كل الحقوق، يبيح لنفسه ظلم الناس، أكل أموال الناس بالباطل، اغتيال الناس، النيل في أعراضهم. طيب هل تقبل، هل يقبل هذا الإنسان أن ينال من عقله، أن يظلم في ماله، أن يغتال؟ إذن أين الميزان؟ أين الدين؟ ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا ليكون الإنسان متوازنا من حيث الحقوق والواجبات.
علاقتك مع الله عز وجل لابد وأن يكون أثرها التوازن مع الناس، إقامة العدل، حقوق وواجبات، ما ترضاه لنفسك ترضاه لغيرك، وما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، ما تكرهه لنفسك تكرهه للناس. إذن العلم والصدق والإخلاص والفهم عن الله، كل هذه الأمور تعين على خلق هذا التوازن. لماذا شرعت الجمعة؟ ولماذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العلم روضة من رياض الجنة؟ لأن القلب والعقل الإنساني تنتابه لحظات كثيرة من الضعف، ضعف أمام مغريات الحياة، منا من يضعف أمام المال، ومنا من يضعف أمام النساء، ومنا من يضعف أمام إعجابه برأيه حتى لو كان أنا حابب رأيي يمشي. سيدنا داود وهو نبي وليس نبيا بشكل عادي، آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، آتاه علما، آتاه حكمة، آتاه ملكا، آتاه سخر لسليمان الريح، منطق الطير، كل شيء، الجن يغوصون له بأمره، كل بناء وغواص. تخيل هذا الملك وهو نبي، وجاءه رجل إن اثنان يختصمان، هل أتاك نبأ الخصم؟ كلام لنبينا بعد ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، يا محمد هل عرفت أصحاب الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، نزاع، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي. خلي بالك أخي، نختصم نعم، نختلف نعم، لكن لا تنسى حق الأخوة في الإسلام، لا تنسى هذا الحق. لا يبيح لك الخلاف في الرأي، إنك تنال من عرض أخيك، تتهم بالسفه، بالجهل، بالغباء، هذا الكلام غير مقبول. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. أنا عندي نعجة، رجل فقير وهو عنده 99 ومش مكفيه اللي عنده، حابب يضم يكمل 100. فسيدنا داود تعجب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. لكن شوف كلام سيدنا داود، وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. وكأنها كانت رسالة من الله عز وجل ليعلم داود عليه السلام، يعلمنا عدم التعجل، اصبر، تأمل، تروع. فلما سمع باقي التفاصيل قال والله هو رجل آمن مضيع وقته كله على النعجة، فين راحت النعجة، فين جات النعجة، ومضيع وقته كله على النعجة، أنا أرعى 99، قلت له أنا أرعى هذا، أرعى لك إياه مع غنمي، تكون أحسن صحة وتأكل وتلعب مع أخواتك، وإنت شوف لك شغلة واي وغنمتك عندي مضمونة. يا داود ينزل القرآن، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. عتاب رقيق من الله عز وجل لنبيه داود: لا تتعجل، اصبر، اسمع تفاصيل. لماذا؟ اسأل هذا صاحب 99 لماذا ضم نعجة أخيه إلى نعاجه؟ لازم تستكمل حتى تتضح الصورة، حتى تتضح الصورة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه قضية، أحد أطرافها مسلم والآخر يهودي. لو إحنا بقى بنحكم العاطفة والهوى من غير ما اسمع يقطع رقبة اليهود، لكن لا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. تذكر هذه الآية: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، بالقسط. ليقوم الناس بالقسط. القضية انه اتهم فيها طعمة بن أبيرق مسلم. كل الدلائل والبراهين اثبتت بما لا يدع مجالا للشك انه هو السارق. فكاد أن يلحق العار بقومه وقبيلته، فدبروا وخططوا لنفي هذه التهمة وذلك العار عن أنفسهم. فماذا فعل يهودي؟ أول من روح للنبي صلى الله عليه وسلم ونحكي له مؤامرة يصدقنا لأنه يهودي. فأخذوا المسروق وأخفوه ليلا في بيت اليهودي حتى يلصقوا به التهمة، ثم ذهبوا إلى رسول الله منتفخين: اتهامك لنا ليس في محله، إننا قوم كذا وكذا وكذا ونحن من ذلك براء. ولو ذهبت إلى بيت كذا لوجدتم ما تبحثون عنه. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من يتحسس هذا الأمر، فوجدوا المسروق في بيت اليهودي. الرجل يحلف، قال له: والله لو حلفت على 100,000 مصحف. في مثل يقول لك: قالوا للحرام احلف، قال لك: جلك الفرج. ما فيش دليل، الدليل والشيء المسروق موجود في بيت اليهود. فهم النبي ان ينطق بالحكم على اليهودي، ينزل القران: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله. في داود: فاستغفر ربه سيدنا محمد: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، هذا هو محور الحديث الليلة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا. شوف كم آية، أول واحدة: ومن يعمل سوءا
أولها بدأت للنبي صلى الله عليه وسلم واستغفر الله، وبعدها ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. اللي بيشوه صورة الناس وينال من أعراضهم ومن كرامتهم ومن أمانتهم ومن صدقهم هو يظن أنه بيؤذي الناس، ولا يدري أنه أول الظلم أول ما يقع يقع عليه. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب، ثالث آية، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، يهودية نعم لكنه بريء، يأتي القرآن ليبرئه، يأتي القرآن ليكشف مخطط واحد من المسلمين ضد اليهودي، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فما بالك لو كان مسلم لو مؤمن، فقد احتملوا بهتانا وإثما آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني يسمع أساطير الأولين والكرم، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فنرجع في القلب تمر عليه سحب، شفت الشمس؟ القلب كالشمس تمر عليه السحب. المؤمن يبذل جهده في أن يزيل تلك السحب، لأنها لو تراكمت حجبت نور الحقيقة، نور الإيمان، نور الإخلاص، ويحرم الإنسان الخير، ويحرم رحمة الله، ويحرم الجنة. فلا بد الخطب وتلك المجالس الطيبة شرعت وجعل أجرها عند الله عظيم، لأنها هي السبب في كشف تلك السحب حتى ظل القلب مضيئا بنور الإيمان بنور العلم والفهم. إن خلصت النوايا وتعلمنا لنعمل بما علمنا، لنعمل بما علمنا. اللهم اجعلنا ممن يتعلمون فيعملون يا رب آمين. إذن فلابد القلب، الرسول حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان الرسول بيقول يا رب ثبت قلبي، فما بال الآمنين من سلامة القلب ومن الأمراض ومن الغش ومن النفاق ومن الكذب، ولا ولا يكترثون بل ويظنون أنهم أصلح الناس وأتقى الناس. أو إن القلوب لا تتقلب يا رسول الله؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فادعوا الله فقولوا اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. واحنا مش في سورة آل عمران نقول قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن اللي بيظن نفسه إن هو من قال أعلم فقد جهل، من قال أعلم اعرف أنه جهل، عافانا الله وإياكم من الجهل وفوق كل ذي علم عليم. شوف دعاء الصالحين، يا رب اكشف سحب الظلام والضلال والجهل، اكشف سحب الظلام الضلال والظلام والجهل عن قلوبنا بأن تثبت قلوبنا على الفهم الصحيح وعلى الحق وعلى حب الحق وعلى حب الخير وحب أهل الخير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نرجع للموضوع، كانت مقدمة مهمة، لأن إحنا بنعيش في زمن الجماعة في ناس يلبسوا الباطل ثوب الحق، وزمن ولو رجعت قليلا 10 سنوات تلاقي قبل عشر سنوات كان الوضع الناس أحسن شوية، وقبل 20 سنة كان أكثر حسنا، وقبل 30 سنة كان في حياة، وقبل 40 سنة كان في الدين، وقبل 50 سنة كان في إيمان. إحنا لا يمر يوم إلا والذي قبله أفضل منه، ويأتي على الناس زمان باطن الأرض أولى من ظاهرها. يمر الرجل على القبر فيقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لكن في ظل هذه الفتن اللي يتحلى بالصبر وبالحكمة وبحسن الكلام وحسن التصرف هو من الآمنين. الصبر والحكمة وحسن التصرف وحسن القول أسلحة المؤمن في ظل هذه الأزمنة. نرجع إلى قصة سيدنا موسى لما تعلقت أمه بالله عز وجل ولم يكن لها منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، وذكرنا إنها ربطت صندوق وليدها بحب، تشاء إرادة الله أن يقطع ذلك الحب، لكن حبل الإيمان كان متصلا، حبل الإخلاص متصل. فربط الله عز وجل على قلبها فاطمأنت، لا تخافي ولا تحزن، ورضيت بقضاء الله، فكانت النتيجة أن يلتقطه آل فرعون، ثم ينشأ في هذا البيت ويكون نبيا. وقبل أن يكون نبيا لما قتل، وهذا أيضا من التسرع، قبل أن يكون نبيا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، ودخل المدينة على حين غفلة. فاكرين ضربنا لكم قصة سيدنا داود، وقصة لسيدنا محمد، وقصة لسيدنا موسى، فوجد فيها رجلان يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. كان لابد على موسى ان يفعل ايش؟ يصبر. كان لسه نقول نصبر، تروى، تحلى بالحكمه، حسن التصرف، كان عليه ان يتعرف على الحقيقه ويصبر، مش مجرد ان فلان من قبيلتك اذا هو على الحق المطلق. وفي قصه النبي صلى الله عليه وسلم مع طعمه، مش مجرد ان المسلم خلاص بقى على الحق، أنت تدور مع الحق حيث لو حتى لو كان مع اليهودي تقف مع ضد المسلم، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فموسى لم يتريث، أول ما سمع استغاثة من الرجل الذي من شيعة سيدنا موسى فوكزه موسى فقضى عليه، ولكنه أدرك بعد ذلك أنه لم يكن القرار الصائب، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هذا هو السؤال، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا. فماذا قال موسى؟ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. عندك 3 مواقف، أولهم ذكروني يا جماعة قصة سيدنا داود مع الخصمين، وقصة سيدنا محمد مع الطعمة واليهودي، وقصة سيدنا موسى مع المتقاتلان أو مع المتقاتلين. فسيدنا موسى أدرك على التو وعلى الفور إنه ما كان ينبغي هذا، فاعترف، ما تكبر على الحق، وما تمادى على
الباطل وأن لا يستاهل؟ كيف يجرؤ أن يتعدى على أحد من أفراد شيعتي أو قبيلتي؟ لا ما نفسه، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وليس ذلك فحسب، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمشركين. كم مرة في حياتي وفي حياتك راجعنا مواقفنا وأعدنا أنفسنا ومبادئنا إلى جادة الصلاة إلى الحق، واعترفنا بالخطأ واعترفنا بالزلة ورجعنا إلى الله ونبينا؟ هذا أعظم عند الله من أن تصر على الباطل. أول آية قرأناها في المغرب، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعرف الحق ويعرف الباطل ومصر على الباطل، يصلي ويصوم ومصر على الإثم ومصر على الغش ومصر على الغيبة ومصر على أكل الحرام، أي دين هذا؟ وأضله الله على علم، لماذا؟ ارجع إلى فاكر السحب، وختم الله على سمعه وقلبه، لأنه لا يسمع للحق، هو لا يسمع إلا ما يتماشى مع هواه، وبالتالي نظرا لغياب الإخلاص وكثرة الران الذي طلع الله على قلبه فلا يصل شيء من الحق ولا من العلم ولا من الإيمان إلى قلبه. فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فموسى ماذا فعل؟ أنا ظلمت، نعم، واعترفت بذنبي، نعم، واستغفرت ربي، نعم، وواعدت وعاهدت الله ألا أنصر ظالما. وربنا يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. كم مرة سمعت ظالما أو مغتابا يغتاب الناس وسكت؟ تقول أنا مالي يا عم، أنا ماليش علاقة، ماليش دعوة، هل هذا هو الحق؟ فين أمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ ده موسى لما سمع أمة في التوراة كذا وكذا، أمة يأمرون به، قال يا رب اجعلني من أمة محمد، أمة من أعظم الأمم، لأن كل واحد فيهم عليه دور ومسؤولية، حق وواجب. أين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين هو؟ سيدنا موسى عاهد الله بعد الاستغفار ألا ينصر ظالما بل ينصر المظلوم. فقال العلماء إنه خرج وتوجه تلقاء مدين، ولما وصل وورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، فقام بالدور شهامة، وأنا أخطأت، أنا أريد أن يغفر الله لي خطيئتي. وذكرنا في الأسبوع الماضي إبراهيم خليل الرحمن يقول: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي سماها خطيئتي. لو أنا وأنت نقولها فواتي، لا، سمى تلك الأمور البسيطة خطيئتي، رآها كالجبل، رأى إشارته إلى الصنم بأن فعله كبيرهم هذا أنها خطيئة. ولما قال إني سقيم، وكان يقصد أنا يعني تعبت ويئست مما تعبدون، اعتبرها في ميزان الذنوب خطيئة. فما بال ذنوبنا وخطايانا؟ هل تنظر، هل تتعامل مع ذنبك بهذا المفهوم، بهذا الشكل؟ فأراد موسى أن يعمل العمل
العظيم الذي يكون سببا في أن يغفر الله له خطاياه. فقام بالعمل التطوعي شهامة، رجولة، أمانة، ووجد من دونهم امرأتان تذودان. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي. فقام رفع الغطاء وسقى لهما، وبعد ما سقى، شوف عمل صالح أتبعه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا محتاج إلى مزيد من العمل الصالح، أنا ارتكبت ذنب، أنا ارتكبت ذنب، أنا محتاج رحمتك، أنا أحتاج عفوك، أحتاج عونك، أحتاج مغفرتك. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول أحد العلماء إنه جلس تحت الشجرة ثم تولى إلى الظل، فيقول رفع يديه باكيا وقال: يا رب، يا رب أنا مريض عليم بسبب ذنب. في ناس لا تنام بسبب الذنوب، وفي ناس لا تقر أعينها إلا بالذنوب. اللهم عافنا يا رب، آمين. يصبح ويفتح عينيه في الصباح، أول شيء يعمله كيف يعصي الله. شوف، يقول: يا رب أنا مريض، يا رب أنا غريب، يا رب أنا جائع، يا رب أنا فقير. فأوحى الله إلى موسى: يا موسى، المريض من لم أكن أنا طبيبه، والجائع من لم أكن أنا مشبعه، والغريب من لم أكن أنا مؤنسه، والفقير من لم أكن أنا مغنيه. فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف الأمانة والرجولة وحفظه لله في الرخاء. رجل وامرأتان، ولا رابع لهما إلا الله سبحانه وتعالى. فرصة، رجل غريب ويمشي ويتكلم وممكن يعمل يهزر ويعمل، لا لا، هو لا يذكر إلا شيء واحد: الذنب. ما أراد أن يعود لذنب أبدا. أنا سأتقدمكما ودلاني على الطريق بالحجر، يمين ارم الحجر عن يمين، يسار ارم الحجر عن شمال. شوف الأمانة. لذلك لما رجعت البنتان إلى أبيهما ماذا قالتا؟ يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي، وهذا كان دليله من رفع الغطاء، والأمين إنه ما تتبع عورات النساء، ولا خرج عن حدود الأدب ولا اللياقة ولا الإيمان. الأمين، هل إحنا نطبق معايير الشرع في تزويج بناتنا وأبنائنا؟ سؤال. وهذا دين يا جماعة، هذه الآيات نتعبد بها لله، هذه الآيات نتعبد بها لله، نقرأها في صلواتنا، ونقرأ في رمضان القرآن لنتعبد لله بكل حرف 10 حسنات. عبادة، دين، هل هو للتسالي أم للتطبيق؟ هل هذا معيار يطبق في حياتنا عند الزواج؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من زوجت ابنتك التقي الأمين. فالأب كان ذكي ورماح، رأى إعجاب البنات بهذا الرجل، قال: إني برجولة إني أريد أن أنكحك إحدى بناتي هاتين. مش عيب. ألم يكن سيدنا عمر ألم يذهب إلى بيت أبي بكر وعرض ابنته على أبي بكر؟ قال: أمهلني. ثم ذهب إلى عثمان، قال: أمهلني. ثم إلى علي، فقال: أمهلني. هذه حكاية الناس دول. فحمل في نفسه منهم. لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها، كل واحد راح. شوف الاحترام. تعرف لما لم نجبك على ابنتك؟ لأن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها
فخشينا أن نكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا يقلل من قدره؟ إحنا يا جماعة نقول كل زمن المبادئ، القيم بتتغير، المبادئ بتتغير، فين الرجولة؟ أين الرجولة؟ سيدنا عمر هو نفسه لما جلس مع أصحابه في مجلس وقال لهم كل واحد منكم يتمنى أمنية، فواحد يقول والله بس أخلص الدين اللي علي، واحد اشتري البيت، أزوج الولد، أزوج البنت، كل واحد يتمنى، قال لهم كلكم دنيا دنيا دنيا، قال لهم طب ماذا تتمنى؟ قال والله أتمنى أن يكون لي ملء الأرض رجالا أمثال أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان. لماذا؟ لأستعملهم في طاعة الله. شوف الكلام، لأستعملهم في طاعة الله، رجولة. فسيدنا عمر ما قلل هذا من قدره، ولا فهم الناس هذا الأمر خطأ، لا، قدروا له هذا واحترموه، ولما خطبه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا واعترفوا وامتنوا لسيدنا عمر، احنا ممنونين لك ولكن خشينا ان نكشف، هنقول لك لا لان الرسول لا لسه الامر لم يحصل، الرسول يتشاور يستخير، فما احببنا ان نكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من لنا لا يعني ده شرف لنا ان نكون في شرف مصاهره عمر، شرف، لكن ما ارادوا ان يكشفوا سر رسول الله. اذا اين نحن من رجوله موسى في امانته مع بنات شعيب؟ يقول الشاعر: واذا خلوت بريبه في ظلمه، بريبة يعني أمر يقود إلى الحرام، أمر ترتاب فيه نفسك، أمر قد يقودك إلى الحرام، والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هو أنت فاكر أن الظلام هو اللي يحجبك؟ وأين خالق الظلام؟ أنت فاكر أنك مستتر عن أعين النار، لكن هل ذكرت انك انت مستتر عن اعين الله؟ حاشا لله. فعاد موسى وتزوج المرأة حلالا، حلالا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في الحلال، حلال حلال. واذا هو يهش بعصاه على غنم شعيب قال على ان تأجرني ثمانية حجج، فكان يعمل في غنم، وبينما هو يتوكأ على عصاه وإذا برب العزة يناديه: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك الله الله وأنا اخترتك. يا رجل يا جماعة ده لسه قاتل واحد، لكن كيف تعامل مع هذا الذنب؟ قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، إنني أنا الله اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إذا يا موسى ألق عصاك، وما تلك بيمينك؟ قال: هي عصاي. قال: ألقها. فألقاها فإذا هي حية تسعى، وإذا بتلك العصا فيها السر المعجزة، هي المعجزة، من تلك العصا انهارت إمبراطورية فرعون بإذن الله تعالى. العصا سلاحه هو الإيمان، والأداة رمزية عصا، كان ربنا قادر يهلكه من غير عصا، لكن حتى آية تكون آية للناس لعلهم يؤمنون، لعلهم يؤمنون. إذا تعرف موسى على الله في الرخاء، تعرفه في الشدة، اذهب خلاص معاك
الآية اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. اسمع، فقولا له قولا لينا. فاكرين الشعور أنه في ظل الفتن كيف تتعامل معها؟ بالصبر والحكمة والتصرف الصحيح والكلام الطيب. تخيل ربك يأمر نبي يتعامل مع طاغية ويقول له فقول له قولا لينا، فما بال المؤمنين لا يتراحمون فيما بينهم؟ اللي بيصلوا في صف واحد، واللي بيعبدوا رب واحد، واللي بيتوجهوا إلى قبلة واحدة، واللي بيقرأوا كتاب واحد، فما بالهم لا يتآلفون ولا يتراحمون؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. واحد من الأعراب، والأعراب كانوا يعني أعزكم الله أجلاف، فجاء واحد إلى هارون الرشيد وقال له اسمع، والله لهسمعك كلام عمرك ما سمعته في حياتك، والله لهسمعك كلام لم تسمعه لا من قبل ولا من بعد. فماذا قال هارون؟ هو خليفة كان يقول احبسوه، ها خذ تاووه، ريحوه بمفهوم الأمني، اكرموه، يبقى دي يعني مبالغة في الكرم. فماذا قال؟ أراد أن يسد عليه باب الخطأ، عليه هو. قال والله لا أسمع، والله لا أسمع، والله لا أسمع. قال ولم لا تسمع؟ قال أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. ثم قال له فقول له قولا لينا. ليه يا أخي؟ لما هذه القسوة؟ لنفرض أنك عندك وجهة نظر في أمر ما، تسمعني ما أكره، وينالني منك الأذى. لما؟ لو كنت أنا في بعض الشر فقد كان من هو أشر مني فرعون، وأرسل الله من هو خير منه موسى، وأمره أن يقول له قولا لينا. شوف 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 الحكمة، شوف الحكمة. فماذا قال موسى لما ربنا قال له روح قول له؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. اسمع بقى، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا بقى تطبيق، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. معية الله لك لن تتحقق إلا إذا كنت مع الله في حال واحد، مستقيم الإيمان، مستقيم الإيمان. لو أنت بتروح تعمل عافانا الله وإياكم رسم قلب ويقول لك الحالة مضطربة، مش هيطلعوك من المستشفى، إنما لابد عشان يخرجوك لازم تكون الأمر مستقيم، صح ولا لا؟ رسم منتظم. إذا عشان ربنا سبحانه وتعالى ينصرك حين تتعرض للظلم لابد تكون مستقيم مع الله. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. طب ربنا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. اللي يركن إلى ظالم تمسكوا النار، فما بال الظالم؟ إذا كان من يعين ظالما على ظلمه تمسه النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثلاث عقوبات لمن ينصر ظالما، فما بال الظالم؟ فما بال الظالم؟ المظلوم عرفنا، وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو على حين. هذا شأن المظلوم، إنما المشكلة من يعين ظالما. هذا من يعين ظالما. تعرف كم ألف ساحر وقفوا في وجه موسى بعصاه الصغيرة؟ 30,000 ساحر، 30,000 ساحر. ده منظرهم كده يصيب الرعب، 30,000 ساحر يصطفون أمامه ويحاجون رجلا واحدا، 30,000 ساحر. والعالم مش بس 30,000 ساحر، لا ده فرعون
وعم قال له موعدكم يوم الزينة يوم العيد عشان الناس كلها تحضر ويصيب موسى بالرعب والخوف والفزع والهلع. يعني استخدم الأسلوب النفسي الحرب النفسية. ومع ذلك ربك سبحانه وتعالى فتولى فرعون فجمع كيده. فجمع كيده، شوف كلمة كيده. ثم أتى فماذا قال لهم؟ قال لهم موسى ويلكم، شوف الإيمان، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ومش اللي صوته عالي هو اللي على الحق يا جماعه، مش كل اللي صوته عالي على الحق ابدا. موسى كان وحده معه فئه مستضعفه، والميديا كانت يعني كانوا بيتباعوا ويتنافسوا على الاستهزاء بموسى ومن معه. أتتهم موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، خلي بالك هو نفس اللهجة بتتردد. أتتهم موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، طب وما نوع الإفساد الذي استحدثه موسى؟ ما هو؟ ويذرك وآلهتك، شوف بقى دعاة الشر وبطانة السوء. أتتهم موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، شوف تغيير الحقائق. قال سنقتل، ما يفهموش اللغة، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. مش كل اللي صوته عالي هو على الحق أبدا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، فاكرين اللي احنا قلناه في زمن الفتن، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمين؟ للمتقين. والعاقبة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة. القوة قوة الإيمان، قوة الحق. قد يتعرض الحق لبعض الانتكاسات لبعض الضعف، لكن بل نقذف بالحق على الباطل فيدمه فإذا هو زاهق. كانت النتيجة وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. خلاص ابتلعت كل ألقي السحرة سجدا وقالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. اللي كانوا جايين يسقطوا نظام موسى ومن معه هم اللي سقطوا، هم اللي فشلوا، هم اللي آمنوا، هم أصبحوا قوة في يد الحق. تخيل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أراد أن يصطاد موسى فصاد. هذا فعل موسى؟ هذا فعل الله؟ هذه آية الله في خلقه. طيب قال بقى إيه؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ لا إنه إحنا لا نقطعن أيديكم. وعد يهددهم. موسى خرج من معهم من المؤمنين. يقول ابن جرير الطبري فرعون تعرفوا معه كم مقاتل؟ رأيين، رأي قال 1,000,000 ورأي قال 600,000. 600,000 مقاتل لحفنة من الأنس، موسى من معه طائفة من المؤمنين. موسى يتطلع خلفه يا شيخ خليهم 100,000 على أقل تقدير، 100,000 لمواجهة 50-60 واحد. كل ما يشوف فماذا قال؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إحنا ضيعين. فماذا قال؟ شوف تعرف بالله في الرخاء. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هل أنت في لحظات الشدة هذه تقول إن معي ربي؟ هل عرفت الله في الرخاء ليعرفك في الشدة فتقول إن معي؟ تثق في نصر الله لك، تثق في تفريج الله لكروباتك وتقول إن معي ربي. إن ظلمت قل
قل إن معي ربي، قل أفوض أمري إلى الله، قل حسبي الله ونعم الوكيل. إن تعرضت لكرب ادعو بدعاء يونس، قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 600,000، 100,000، 50,000. فيأتي الرجل الذي عرف الله في الرخاء فيقول كلا إن معي ربي سيهدين، معنى ذلك لن يتخلى الله عنه. فاكرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الكهف، لا تحزن إن الله معنا، لو نظر أحدهم موضع قدمه لرآنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن. فأنزل الله سكينته، سكينته. فبالله عليك، هل هذه المعية تتحقق للمنافقين، لعباد النواسل، لهاجر القرآن، لآكل أموال الناس بالباطل، لمن يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، هل تتحقق له معية الله؟ لا يمكن أبدا. لذلك شوف موقف، مشهد غريب، موسى الضعيف المستضعف يقول كلا إن معي ربي، وهذا قائد الجيش اللي أيا ما كان عدد 100,000 ولا 200 ولا 600 يقول آمنت، فلا يستجاب لك لأنه ما عرف الله في الرخاء فلم يعرف الله في الشدة. شوف شوف الحكمة، قال آمنت. لا، الإيمان مش بس حسب الظروف. شوف سيدنا عكرمة، سيدنا عكرمة شارك في غزوة بدر وشارك في غزوة أحد، وكان من أولئك الذين استحل النبي دماءه. قال إذا رأيتموه، هو مجموعة، فاقتلوهم، وإن رأيتموهم معلقين بأستار الكعبة حاربوا الله ورسوله وسبوا رسول الله، يعني آذوا الله ورسوله. فلما علم بدخول النبي مكة فاتحا خرج إلى الشاطئ البحر ورأى سفينة استقلها وخرج، زوجته آمنت فذهبت إلى رسول الله تستشفعه، يا رسول الله زوجي عكرمة أمنه يا رسول الله. قال وأين هو؟ قالت يا رسول الله خرج وتركني وأولادي. قال أمنته، نبي الرحمة أمنته، ما قالش ده ابن جهل، ابن أبي جهل، ده ابن عدو الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني شفقة بتلك المرأة الضعيفة التي جاءت تستشفعه، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. قالت يا رسول الله أعطني آية، يعني أعطني دليل لما أخذ العكرمة يصدقني. قال هذه عمامتي، عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت إلى الشاطئ، يا عكرمة، خذوا البحر وراح. وتشاء إرادة ربنا إن البحر يهيج عواصف رياح، فماذا قال؟ قال السفينة يا قوم ادعوا الله، ادعوا الله، ده أنا ما هربت من بكة إلا بسبب هذا الأمر، فلن ننجيكم من هذا الكرب وذلك الهم إلا دعاءكم، دعاءكم لله بإخلاص. وانا خرجت من مكة إلا بسبب تقليد الإيمان بالله. فلما أدركوا أنهم هالكون لا محالة، عكرمة توجه إلى الله، يا رب لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فنجاه الله عز وجل، رجعت السفينة فوجد زوجته، قالت له يا عكرمة الحمد لله الذي ردك علي، لقد أمنك رسول الله. وما أمارة ذلك؟ هذه عمامة رسول الله دليلا على صدق شفاعته لك. فخرج دخل إلى رسول الله، قال يا رسول الله اعرض علي الإسلام.
فعرض عليه الإسلام فأسلم وحسن إسلامه وأصبح قائدا لكتائب الجيش الإسلامي ومات شهيدا في سبيل الله. فربنا يقول والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم يعني هل كلام حال دعوا الله المخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بعض الناس بس في وقت الشدة يدعو فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فيقول الله عز وجل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم أنت لا تتحمل هذا ومتاعب الحياة لا تقف عند الأمر أنت هتضحك على مين؟ لا. ففرعون يقول آمنت لم يقبل دعاءه لأنه ما عرف الله في الرخاء فلم يعرفه الله في الشدة. يونس عليه السلام ظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت ومع ذلك لما قال لا إله إلا أنت سبحانك الملائكة بكت يا رب صوت معروف من عبد معروف اسمع إلى قول الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين. ما معنى المسبحين؟ عرف الله في الرخاء عرف الله في الرخاء فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا شوف دعاية ربك عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وربنا يقول واصبر لحكم ربك النبي صلى الله عليه وسلم واصبر فإنك بأعيننا. ما معنى بأعيننا؟ إحنا لما تكون أنت وعندك طفل صغير وتقول لزوجتك عينك على الولد أو أنت واخد ابنك بقى فرحان جايبه من تقول لك عينك على الولد ده يخرج من المسجد. ما معنى عينك؟ يعني رعيه. فربنا لما يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا بأعيننا تحت رعايتنا والله يعصمك من الناس. ما استطاعت يد أن تمتد إلى رسول الله بأذى خططوا لقتله وخططوا لإلقاء الحجر عليه وتسمينه دبر وسحره كل المؤامرات ولأنه عرف الله في الرخاء فعرفه الله عز وجل في الشرك. يوسف عليه السلام شوف المؤامرات قالوا يا أبانا أصل معنا أخانا نلعب وإن له لحافظون قال إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا يأكل الذئب نحن نأكل الذئب لئن أكله الذئب ونحن وصفة إنا إذا لخاسرون. خططوا ودبروا لكن فيه موقف ونكتة. هو الديب لما هيجي ياكل واحدة يقلعه قميص يقول له لو سمحت كده بس تشيل الجلد عشان يبقى نمضغه بسهولة هيقول له اخلع القميص أو مش هينال القميص شيء من أنياب الذئب. فجاءوا بقى يعني بدم كذب لكن شوف ماذا قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني الأمر واضح يعني هم كاذبين وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. شوف ما هو الباطل أبدا لن يستتر لابد يترك المجرم أثرا من أثار الجريمة لابد. سبحان الله يقول ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم غلام صغير لكن من السبعة يعني شوف ما شاء الله الشاب هذا الشاب الطيب ربنا يبارك فيه وفي أهله وذلك الطفل الصغير ما شاء الله ربنا يكرمه ومبارك في الجميع يا رب من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد فيقول إنه هذا ببركة طاعة هذا الغلام وأبويه لله سبحانه
وتعالى. فماذا قال الله عز وجل؟ هم دبروا وخططوا ويمكرون، ويمكر الله الله خير الماكرين. فنجاه الله عز وجل، نجاه من البئر، ويخلص من فتنة البئر يباع عبد، ومع ذل العبودية يطلع له فتنة النساء. وخد بالك ده هنا لازم نقف وقفات طويلة. أولا ملكة، تكلم عن ملكة. ثانيا جمال. ثالثا في بيتها. رابعا هو شاب. خامسا ممكن يكون شاب متزوج فيعرف نفسه، مش متزوج، يعني الرغبة عنده جامحة، دمه يفور قوة وحيوية. سادسا انه غريب. سابعا هي اللي طلبته. كل هذه المواد. ثامنا صرفت كل الخدم والحجاب والحراس. تاسعا اغلقت الابواب. عاشرا قالت هيت لك. ما الذي منعه من كل هذا؟ الله الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. عشر اسباب كل واحد منها اقوى من الثاني. كل واحد منها اقوى من الثاني. والسبب الحادي عشر اللي نسينا نقوله ان موسى كمان، ان يوسف كان غايه في الجمال. كما قال لما اوتي شطر الجمال افتتن به. ومع كل هذا عصمه الله؟ نعم فاستعصم. فاستعصم لأنه من عبادنا المخلصين. عرف الله في الرخاء، فعرفه الله عز وجل في الشدة، ومع ذلك يمكن الله عز وجل له ويبتي. شوف عبد واحد طفل ملقى في البئر، هو وبينه وبين الموت لحظات، ينجينا ويباع ويشترى ويخدم ويبقى كذا ويدخل السجن ويبقى ملك ويبقى كذا، ويرد الله عز وجل عليه أهله. البرامكة، ابن كثير يقول أسرة أعجمية فوضها المهدي ابن هارون الرشيد وابنه المهدي وابنه المهدي أبو هارون الرشيد وابنه هارون الرشيد، فوضوا في بعض المسائل المادية. واحنا دايما نقول لك لا، عايز شركات اموال وكذا روح على اليهود، عايز محامي روح على اليهود. فبنوا القصور والحدائق ورفعوا البيوت والعمارات، وكانوا يبنوا بيوتهم من بماء الذهب. تركوا، خلوا الناس، شغلوا الناس بزخارف الدنيا. ما هو انت لما يطلع لك واحد في الحي ويجي عامل لك كده موديل جديد للبيوت بيعمل زي الكانسر، يخلي العدوى تنتشر، كله عايز يهد ويبني. فانشغل الناس، وانا عندي بيت وعندي ميزانيه واقدر اجيب، وممكن ودفعوا الناس دفعا الى الحرام حتى يشيدوا قصورا وبيوتا. تركوا الصلوات وانشغلوا بالدنيا وشهواتها. هارون الرشيد كان يثق فيهم في اول الامر، وبعدين لما اتضحت حقيقه الامور تعرفون ماذا فعل بهم؟ ادخلهم السجون، جمعهم جميعا برمك وادخلهم في السجون. فيحيى البرمكي هذا كان قائد البرامكه، بقي في السجن 7 سنين لم يرى الشمس، طالت لحيته واظفاره وشعره، ونزلت شعر حواجبه على عينيه. وحتى كان يقول يا جماعه اسمعوا لهذا، لما واحد راح يزوره مره قال ما هذا؟ ما الذي اصابكم بعد هذا النعيم؟ قال اسمع الى هذا، دعوه مظلوم غفلنا عنها، دعوه مظلوم بليل غفلنا عنها وما غفر الله عنها. اتقي دعوه المظلوم، اتقي دعوه مظلوم سرت بليل. تخيل واحد مظلوم لا ينام من الظلم اللي وقع عليه.
بين يدي الله في وقت السحر ويقول يا رب أنت حسبي على من ظلمني، أنت حسبي على من بغى علي. تخيل هذه الدعوة في الليل، تخيل هذه الدعوة. فأحذر نفسي وإياكم إخواني من أن نكون والعياذ بالله ممن يظلمون الناس بغير حق. الود والتراحم سمة أهل الإسلام وأهل الإيمان، سمتهم. وكان دائما الصحابة رضوان الله عليهم، الرسول حبيبة صلى الله عليه وسلم كان يقول من كان له مظلمة فليقتصها مني، من كان له فضل ما من كان عندي أنا عندي مدين له ما فليأتي، من كان فلم يجب أحد. فقال من كان له مظلمة عند أخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ثم قال يا رب من كنت ظلمته أو جلبته أو شتمته أو لعنته يا رب أتخذ عندك عهدا فلن تخلفني، اجعلها يا رب له صلاة وصياما وصدقة تكون له عندك يا ربي في ميزان حسناتي. شوف التبرر من المظالم. يا رب من كنت شتمته أو لعنته أو جلدته أو كذا أو كذا اجعلها له صلاة. ربما يكون الحرج مانعهم من البوح أو الكلام بهذا، فخشي النبي فقال يا رب اجعلها له صلاة وصيام وصدقة يلقاك بها يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهدِ بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، نجنا ونجِ بنا واجعلنا سببا لمن نجا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل ونخزى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.